السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب جمر صف الثالث الإعدادي الترم الأول عام الدراسي 2025. هنحل إن شاء الله صفحة 23 لأسئلة كتاب المدرسة على الوحدة الأولى يونيت 1. إن شاء الله المحادثة نقرأ الجملة اللي في الأول خالص بتفرق كتير. خالد is inviting his friend فوزي to visit the space exhibition. خالد بيدعو صديقه فوزي لزيارة معرض الفضاء. Hi فوزي, would you like to come to the space exhibition? أهلا يا فوزي, هل تحب أو تود أن تأتي إلى معرض الفضاء؟ قال له yes please, نعم لو سمحت. وبعد كده سأله سؤال, قال له it starts at 9:30, هي بتبدأ الساعة 9:30 أو هو بيبدأ الساعة 9:30, يبقى متى يبدأ؟ لأن ده وقت, يبقى ممكن أقول وات تايم, ممكن أقول وين. When does it start? متى يبدأ؟ ممكن أقول what time does it start. بعد كده قال which train shall we get, أي قطار نقدر نركبه؟ يبقى كده هيقول له وقت قطار أو اسم قطار, بس هو بيبقى بالوقت عموما. فقال له that's an hour before the exhibition starts, ده هيبقى ساعة قبل المعرض ما يبدأ, والمعرض هيبدأ كام؟ 9:30, كده القطار هيبقى 8:30. يبقى نقول we can get أو can take the 8:30 train, كده معناه ايه؟ قطار الساعة 8:30. take أو get اتنين صح ان شاء الله. بعد كده قال perhaps we can leave later, ممكن او ربما ان احنا نغادر وقتها لاحق. قال what time does it finish, هيخلص الساعة كام؟ قال له حاجة اوكي, سأله سؤال yes one leaves, ثانية واحدة نرفع المحادثة, لازم ارفع المحادثة عشان اعرف عايز يقول ايه. فقال له اوكي, وبعد كده سأله سؤال تاني, قال له yes one leaves at 1:15 PM and arrives at 1:25, يبقى كده المعرض هيخلص قبل الميعاد ده. يبقى هنقول مثلا ساعة, ساعة قبل الميعاد ده أو أقل عادي, هنقول مثلا it finishes, هو المعرض هيخلص at 12 مثلا 30, معذرة 12:30, هيخلص الساعة 12:30. قال له حاجة, بعد كده قال له yes one leaves at 1:15 PM and arrives at 1:25, كده هيقول له ايه, هل يوجد قطار في ذلك الوقت؟ هل يوجد يعني is there a train at this time of the time. قال له ايوه, في واحد الساعة واحدة وربع هيوصل 1:25. قال له طبعا that's a great idea, اوكي sounds good, اي حاجة ممكن اقول اوكي عادي, ممكن اقول sounds good, يبدو جيد. بعد كده أربع صفحة للأسئلة التالية, أسئلة الاختيار هنا برضه عايزين قلم. ماشي, go post the restaurant and the library, امشي مرة بالمطعم والمكتب. هنا مش post, past هتبقى بس AST. From the sports center goes, كده بيقول له من المركز الرياضي goes, كده جملة أمرية, أمرية بتبقى فعل في المصدر, بدل جوز هتبقى. بعد كده السؤال الثالث, what time the lessons start, طالما بدأت بـ what time وبسأل عن ميعاد شيء بتكلم في الطارئ البسيط, listen درس مفرد هياخد does, يبقى what time does the lesson start, لأن طالما فيه does يبقى لازم فعل في المصدر, يبقى بقى الوقت اللي هتبدأ فيه الحصة. السؤال الرابع, the library open at 8:30 in the morning, كده مضارع بسيط, library مفرد فاضيف للفعل is, هيبقى open, المكتبة بتفتح الساعة 8:30 في الصباح, open. بعد كده السؤال الخامس, the train to Port Said leave this station at 3:50, كده برضو بتكلم على مواعيد يبقى مضارع بسيط, قطار بورسعيد برضو مفرد فبدل leave هيبقى leaves المضارع البسيط. بعد كده السؤال السادس, the film hasn't finished, الفيلم لسه مخلص, it ends at 9 o'clock, برضه بتكلم في مواعيد يبقى مضارع بسيط, it بتاخد فعل مضاف ل اس فانت هتبقى ends. بعد كده السؤال السابع, when this plane arrives in Cairo, كده بسأل يبقى لازم احط فعل مساعد يا دو يا does, this
plain مفرد في مواعيد، يبقى when does this plane arrive، متى تصل هذه الطائرة؟ بعد كده السؤال الثامن، what time the next train؟ هنا next train القطار التالي، كده مفيش فعل verb to be، يبقى كده عايز يا ام يا از يا ار. the next train مفرد يبقى is، يبقى ما وقت القطار التالي. بعد كده السؤال التاسع، which platform does it leave؟ طالما هنا في does موجود يبقى لازم ارجع الفعل في المصدر، leave من غير الاس، هو ما من اي رصيف يغادر القطار. how long do the journey take to Luxor؟ journey مفرد بدل do هتبقى does. بعد كده صفحة 24، Mrs. نهلة wants to make a complaint about her new cattle. أستاذة نهلة أو السيدة نهلة أو الأنسة نهلة تريد أن تقوم بعمل مشكلة أي شكوى عن الكتل الجديد. Good afternoon، نهارك سعيد. I want to make a complaint please، أريد أن أعمل شكوى لو سمحت. Oh dear، بعد كده سألها سؤال هيقول لها what is the problem، ما المشكلة؟ What is the problem أو what's wrong with you، ما المشكلة بقى؟ بعد كده تحكي المشكلة، I ordered a new kettle from your website but when the delivery arrived this morning it was a microwave، أنا طلبت كاتل بس لما جه خدمة التوصيل كان مايكرويف. أنا طبعا اعتذر، لا I am sorry for that أو I am sorry بس. طبعا خلي الاي كابيتال. Can I take your name please؟ Yes it's Mrs. Nala، ممكن اخد اسمك؟ بس هي الانسة لا. سألها سؤال قالت له yes it's كده رقم، يبقى كده ممكن اخد رقم هاتفك. Can I take your phone number؟ بعد كده قالت له can you call me back today، ممكن تتصل بيا؟ طبعا يقول لها sure بالتأكيد او of course او yes of course بالتأكيد. Thanks for your attention، شكرا على انتباهك او اهتمامك يعني، فيقول لها طبعا you're welcome. العفو. بعد كده ان شاء الله اسئلة التصحيح، televisions are expensive than كاتلز، بعد هنا زاني يبقى صيغة مقارنة، اكسبنسيف صفة طويلة يبقى مور اكسبنسيف. بعد كده the more useful thing in my kitchen is the fridge، كده عايز يقول أفيد مكان ليا في المطبخ هو التلاجة، يبقى كده صيغة تفضيل، يبقى the most، لو ما في زي يبقى صيغة تفضيل most useful. بعد كده السؤال الثاني، it is easy to shop online زين، طلب زين يبقى صيغة مقارنة، فهتضيف الصفة your easier. بعد كده the busy shop، هنا زي صيغة تفضيل، تفضيل يبقى هحط الصفة est بس حول الواي الى الواي الى او busiest لو اكثر محل مزدحم. بعد كده السؤال الخامس، how much be the bigger one، هنا بي عايز ام يا از يا ار، bigger one اكبر واحد يبقى مفرد از، كم سعر اكبر واحد. السؤال الثاني بي ذات يو بيست برايس، يور بيست برايس برضه عايز ام يا از يا ار، بيست برايس افضل سعر مفرد يبقى از برضه، هل هذا افضل سعر؟ السؤال السابع، ذا فيلم ووز تيربل، الفيلم كان فظيع، اي ثينك ات ووز ذا، طالما زي بصيغه تفضيل يبقى وورست، اسوأ فيلم. بعد كده السؤال الثامن، it is good to buy clothes in shop زين، زاني بس صيغة مقارنة فدي هتبقى better. بعد كده السؤال التاسع، none of us، هنا none بيجي بعدها مفرد فقلت السؤال العاشر، this morning I go، لا this morning بيدل على الماضي event أنا ذهبت. بعد كده السؤال 11، we took the bus there and I، هنا جملة في الماضي فبرضه هنكملها في الماضي. بعد كده السؤال ال 12، I showed them my new phone while we، while بيجي بعديها ماضي مستمر، هتبقى walking.